الأول الأخت قد اصطدمت معها في 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 المطار وربما تخاصمنا شيئا ما. القدسية قالت الأخت أنها القدسية أحادية الفهم، من أدراك بذلك يا أختي؟ وقد أتى في تحصيلي ما حصلت عليه في المؤخرة إلى أنك هناك آلاف من التفاسير، وهناك مختصرات لهذه التفاسير، وهناك محواشي عليها. كيف تعددت؟ إذا كان الخطاب أحادي الفهم كان التفسير واحدا ولا يكون هناك تعدد، ما دام أن هناك هذا التعدد إلا وأن هنا ليست أحادية بل هناك تعدد في الأفكار. ثبت أن ابن عباس رضي الله عنه قال: لم أفهم فاطر السماوات. ولما رأى عربيان يتخاصمان من قبيلة أخرى فقال الأول للآخر وهما يتخاصمان على بئر، فقال له: أنا فاطر هذا البئر. حصل له الفهم آنذاك. قال: كيف تقول في لغتكم؟ ما معنى فاطر؟ إذن هو الذي أنشأ ذلك البئر أول مرة. إذن فاطر السماوات أي أن الله هو الفاطر، فاطر السماوات. رغم أن ابن عباس رضي الله عنه كان هو قد دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا ربي فقهه في القرآن وعلمه التأويل، فقهه في القرآن وعلمه التأويل. ثم هناك آخر عمر الخطاب، ملاحظته في المصطلح، لماذا استخدمت مصطلح قدسية؟ قدسية، نعم، أعود إلى قدسية. يعني هنا القدسية هي تطهير، لأن رسالة الإسلام، رسالة الإسلام عند محمد صلى الله عليه وسلم أتت لتطهير الرسالة الإسلامية، رسالة سيدنا إبراهيم عليه السلام، مما شابهها من تضليل وأخطاء وتحريفات وتحويل. إذا عدت للقرآن سوف تجدين أنه هناك نص إلهي يقول، وليس بحضرتي الآن ولكنه لكي لا أخطئ فإن أنبهك إليه، فتعودين إلى أنهم يلوون ألسنتهم لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. اليهود يخاطب الله تعالى هؤلاء الطائفة في تحريفهم للقرآن وتحويله عن سياقاته الموضوعية، وهكذا تجد كما أشار إلى ذلك الأستاذ صديقي الأستاذ ساسي، أشار إلى حادثة الطوفان وسيدنا نوح وكيف توالت الاختلافات في تأويلها وكيف حدثت تحريفات في تأويل حادثة الطوفان. هذا من جانب. ثم هناك، إذا قلت أن تعدد الخطاب حاصل لا محل. سألتني نعم، سألني الأستاذ خليفة. الأستاذ خليفة أنا لأن الوقت لا يتسع لأن أذكر كل شيء. عندنا تو استراحة قهوة نجم تتواصل. إذن فهذه قلت بأن الخطاب غير موجود في زمان، والخطاب موجود يا صديقي. فلم يجد ابن رشد في إطار تحليله للقرآن إلا أن يصنف الناس إلى ثلاثة فئات. عد إلى كتابه لا فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، فقد صنف الناس إلى ثلاثة فئات. وأنا في إطار الخطاب، نعم الخطاب يا صديقي، قلت الخطاب هذا ما ذكرته، قلت أن الخطاب ليس موجودا وتحليل الخطاب غير موجود. ماذا نقصد بتحليل الخطاب؟ هو خطاب إلهي وهذا ما نص عليه. لا خلينا من الخطاب الأدبي والخطاب العلمي والخطاب كذا، هذا موجود ونحن نعرفه. أما الخطاب الإلهي فخطاب خاص وليس بعام. الخطاب الإلهي تعددت توالت عليه الشروحات والتفاسير والتأويلات قدامى سموه بالكلام لم يستخدم مصطلح خطاب. عد إلى ابن رشد، هناك عدة من يستعملوا الخطاب. إذا هناك تعقيب لأحدهم فقال لي: أنا قلت أن بشار مدح جارته، وقال غيره غيره، ولم أقول أن بشار هو الذي قال. إذا لم تحسن الإنصات لم تحسن جابة كما قال العرب، أسغ إلي ثم سوف تجد الحل. ثم هناك كيف أسقطت تحليل جاكوبسون على 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 خطاب الإلهي. نعم، هذا المنهج هو المنهج الأكمل. المنهج جاكوبسون يجمع بين المناهج النقدية. إذا صادف أن قرأت كتابي
نظرية التواصل نعم سوف أمكنك منه. لقد حملت لك النسخة لأنه ليس بإمكاني أن أحمل نسخا وتعلم السفر ومتاعب السفر ومشاكل السفر. إذن فسوف ترى سوف ترين عفوا أن هذا التحليل يجمع ما تفرق في غيره. إذا كان هناك تحليل تاريخي وهناك تحليل نفسي وهناك تحليل اجتماعي للمضمن وهناك تحليل للتلقي وهناك تحليل إلى آخر سيميوتيقي وهناك تحليل هيرميوتيقي وهناك أنا لم أذكر هذا لأن الوقت لا يتسع ولا يمكن أن أخوض في جميع هذه التفاصيل لأن الوقت حرج ولا يمكن أن أتطرق لجميع هذا. فأنا أعلم وأن أن 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 مكمن هذا كما أشرت إلى زميل خليفة أن مكمن هذا هو في التداول. وقلت عن شارل موريس الذي هو شارح لما أتى به شارل ساندرز بيرس أنه هناك في معادلات أن التركيب هو حاصل ضرب علامة في علامة. أنا باختصار أوجزت ما قلته ضرب علامة في علامة والدلالة ضرب علامة في موضوع وحاصل التداولية أنها ضرب علامة في مستعمل. وهكذا خالف أستاذه الذي قال أنه التأويل وليس المؤول وليس المؤول الذي نصصت عليه في التفريق بين لأنه كما وصل إلى ذلك علماء التواصل فقالوا أن المعاني لا تكمن في الألفاظ بل تكمن في الأشخاص والأفراد. وحسن الدين نعم شكرا. بقي لي واحد فقط أبو عزاوي وهو عزيز وحسن الدين سوف نصل على القهوة.